صنايع حجر فرعوني، بنتهي مهنتي دي بقالي 12 سنة بشتغلها عشان أنا بحبها أساسا، وغير كده أنا بتربح منها وبرزق منها. صنايعتي دي أنا من الحاجات اللي أنا بعتز بيها في حياتي، لأن ده شغلي وبحبه جدا. من هواياتي إن أنا أساسا هاوي صيد سمك. صنايعتي فيها صبر كتير زي هواياتي بالظبط. شغلي مش دايم كتير، ما بيبقاش على مدار السنة كلها. في الأصل أنا أساسا خريج جامعة عمالية قسم تكنولوجي تخصص ميكانيكال، بس أنا حبيت صناعتي وقلت أمتهنها غير كادر التعليم، لأن التعليم ما أتحليش الفرصة المناسبة اللي تخليني فيها أعمل حاجة أنا بحبها فعلا. اتمنيت من ربنا سبحانه وتعالى ان اطور فيها وانجح فيها اكتر من كده، وبسعى لده، ولغايه دلوقتي حققت حاجات من ده. صناعتي صنعه بسيطه قوي، راس مالها العده اليدويه بتاعتي والصاروخ، مسطرين، ميزان. ممكن من كل الحاجات البسيطه دي مطلع شغل كويس قوي بيعجبني، هو ده اللي بيخليني مبسوط بيها. في فترة قليلة ممكن الواحد يحقق فيها ذاته أو يثبت نفسه، طالما البني آدم بيحب حاجة بينفذها. كل اللي أنا كنت أحب أعمله بعمله فيها، ولسه في حاجات تانية بحاول جاهد إن أنا أوصل لها أكتر. بيعجبني فيها كمان إن كل يوم في ديزاين شكل بيظهر بصممه وبنفذه مع مهندس أو أنا بنفذه بنفسي، ده بيخليني سعيد. بعد ما بخلص حاجتي ببقى مبسوط بشغلي، لأن البني آدم بيحقق هدفه بيبقى فرحان كتير يعني. اللهم لك الحمد والشكر، هي بتأكلني عيش كويس، بس زي ما أنا قلت هي ما تنقصنيش فيها غير إن هي أبقى شغال على مدار السنة، حتى لو 20 يوم في الشهر أو 25 يوم في الشهر، كأني موظف عادي أو شخص عادي بيشتغل وبيريح في الوقت العادي. الأمر في مصر للأسف مش ماشي منظم شوية يعني، سواء كان شغلي مع العمال، العامل عامة ملوش لا نقابة، ولا أنا لما بعوز أشتغل يشتغل معايا عامل بروح أجيبه من مكان ثابت. العامل بيشتغل يا إما في سوق عمال يا إما عن طريق وسائط ومعارف، وفي كلتا الحالتين الأمر ما بيتضمنش. غير كده لو في نقابة لينا، نقابة عمال مصر مثلا، مفيش حد بيسعى ان هو يشوف الشخص ده ايه اللي بيبقى ناقصه، بيقف على سقالة ازاي، هل السقالة دي سيفتي ولا لا، هل ان هو لو جراله حاجة مفيش مستشفى بتتابعه، فاهم ازاي. فده على كل الطوائف في مصر، مش عندي انا بس. للأسف الامر غير منظم بالمرة. كنت اتمنى ان لو ده حاصل كان هيبقى زينا زي اي حد، زي المجتمع الغربي او اي حد في العالم ناجح فعلا، لان احنا ما نقصناش غير ده. احنا او على الاقل في كمان مشكله ثانيه، ان انت لما بتيجي تشتغل شغلك في مصر اهالي، ثلاث ارباع شغلك في مصر اهالي، عشان تبقى شغال وليك شغل بالسجل وبطاقه، لازم بيبقى منتشر اكتر من كده، لازم بتبقى شركه اكبر من كده، وبيبقى الامر مثلا ان انا بتاخد قروض من البنوك وبتلجأ للبنوك في ده، وطبعا ده ما بينفعناش، لان الامر مرات في مصر بينتهي بالفشل يعني. ما عنديش مشكله مع العمال كلها، بالعكس ده احنا في ما بيننا وبين بعض ود، لان بيبقى في ما بيننا عيش وملح وعشره، بنكتسب من بعض حاجات كتيره بنتعلمها. ساعات العشره بتدوم مع الناس كتير ما بينك وبين العامل فتره كبيره، مرات الشغل بيستمر شهر او اكتر. في الفتره دي انت بتولد ما بينك وما بين سواء عامل او مقاول صداقه. مع الزبون كذلك الامر، الزبون خلاص بيبقى اعتاد على ده لدرجه ان احنا بنبقى زيه زينا زي اهل البيت يعني. لما نخش بيته خلاص من كتر ما اعتاد ان احنا نشوف بعض بنبقى سعداء يعني بمعرفه بعض. ومرات بتتولد صداقه ما بينك وما بين زبون تستمر معاك لمدى الحياه. لكن هي كل المشكله في التخطيط والاداره في البلد، ان ما بيهتموش بالحرفات اليدويه على قدر اهتمامهم باي شيء تاني.
كل مطلوب مني ان انا في الفترة اللي جاية اكون بس لعل وعسى اكتر من كده نشط شوية، لان شغلي ما بينتشرش الا لما اكون انا بتحرك كتير. انا سعيد جدا ان انا قابلتكم النهاردة، ومبسوط ان انا قدرت اوصل الحاجة اللي انا بعملها لحد يشوفها.